أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم التفاعلي تواصل.com. وفي عناوين هذا العدد ستكون البداية هذه المرة مشاهدينا الكرام من كربلاء، حيث الزيارات والهتافات من أمام ضريح الحسين ضد الأحزاب الحاكمة، ثم نذهب وإياكم إلى المثنى بعد ذلك. هناك هتافات ضد الأحزاب الحاكمة وتوعد بإسقاطها من خلال مواصلة التظاهرات. بعد ذلك سنأخذكم في جولة إلى محافظات عدة بينها القادسية وذي قار إلى جانب ميسان، والمتظاهرون يصفون الأحزاب الحاكمة بالباطلة. والختام سيكون من البصرة، وهناك تتواصل التظاهرات وفيها دعوات لقراءة القرآن على أرواح ضحاياها، وأهالي الزبير يقومون بمسيرة ليلية جوالة. أهلا بكم من جديد. أمام ضريح الحسين في كربلاء هتافات ضد الأحزاب الحاكمة، تعالوا نشاهد من هتفوا معا. يلا تعاهدنا ننذركم بعد كعب تخلعونا، من بصر يريد الحق تقمعونا، ننذركم بعد كعب تخلعونا، من بصر يريد الحق تقمعونا، بأن النفط مخزون وانتم مستلفون، وانتم بس تنفون، باسمك يا شهيد الله تعاهدنا. مواكب تهتف ضد الأحزاب وتطالب بحكومة لا تفرق بين مختلف الطوائف في العراق. نتابع. يا صوت الفائق يا البينا تحكمون، شايم تتفكرون أيضاً. متظاهرو كربلاء أحيوا ذكرى عاشوراء بالهتافات ضد الأحزاب الحاكمة ووصفوها بالفاسدة. ومن مواكب كربلاء ننتقل بكم إلى مواكب المثنى، حيث تهتف هذه المواكب ضد الأحزاب الحاكمة ويؤكد المشاركون فيها على حقهم بمواصلة التظاهرات. هذه الهتافات التي شاهدتم جزءا منها والتي شارك فيها كبار السن والشباب إلى جانب الأطفال أيضا استمرت في المثنى. متظاهرو المثنى يتوعدون الأحزاب بإسقاطهم، تعالوا نشاهد. الله أكبر، إن الله سقط الأحزاب والقاضي فاسد، والرد من وطن الدول والبيض الحاقد، إن الله
ومن تظاهرات ومواكب المثنى مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى مناطق أخرى، تحديدا إلى محافظات القادسية وذي قار وميسان. والبداية مع متظاهري ميسان الذين أكدوا أن الحسين بريء من كل الأحزاب وأفعالها. يا حسين وبصوتك صحنا يا حسين نبديها الجولة يا حسين بصلاح الدولة يا حسين ومن ميسان إلى محافظة القادسية وتحديدا مدينة الديوانية، وفيها المتظاهرون يهتفون أيضا ضد الأحزاب الحاكمة ويصفونها بالباطلة. نتابع. أما متظاهرو ذي قار فقد استذكروا ضحايا التظاهرات وأكدوا على ضرورة استمرارها. الآن نذهب وإياكم مشاهدينا الكرام إلى محافظة البصرة. مواطن بصري يدعو إلى قراءة القرآن على أرواح ضحايا التظاهرات الذين ارتقوا على امتداد الأيام الماضية. نتابع. الشموع نقرأ القرآن إن شاء الله، أرواح الشهداء اللي سقطوا في سبيل البصرة وأهل البصرة، الله يتقبلهم إن شاء الله جميعا. ندعو من أهالي وإخواننا اللي يبادرون نفس المبادرة، لأن ماتوا هم عطاشة قبل لا يشربون الماء يستشهدوا. يا ريت تذكرون هذا الشيء ويسوون هذه المبادرة وتقروا لهم القرآن هاي الليلة. استحقوا الجنات. أهالي الزبير يستذكرون أيضا ضحايا التظاهرات ولكن بمسيرة ليلية جوالة. الثورة الثورة وهجوا وهجوا أطفقوا نحو العرشاء. الثورة الثورة صبحة نور صنعت من نور القرآن. الثورة الثورة نهر نهر كالبركان. الثورة الثورة فكرة نصر كتبت عزا ما أجلاه. الثورة الثورة وقفة حر لا يركع إلا لله. الثورة الثورة نصر بسم الله.
الثورة الثورة وهج وهج أطلقه نحر العطشان الثورة الثورة صبحة نور صنعت من نور القرآن الثورة الثورة نحر نحر كالبركان الثورة الثورة فكرة نصر كتبت عزا ما أجلاه الثورة الثورة وقفة حر الآن يركع إلا لله الثورة الثورة نصر نصر بسم الله لن تحيا. إلى فقرة آراءكم الآن، وقبل قراءة التعليقات لابد من توضيحات. الفيديو الذي ستشاهدونه الآن أعزائنا المشاهدين يظهر فيه المواطن محمد سمير العبيدي وهو يناشد الجهات المختصة بالإفراج عن شقيقه أحمد الذي اعتقل في إحدى سيطرات الكائنة بين بغداد والبصرة أثناء عودته من الحملة الثالثة لدعم محافظة البصرة وتقديم المياه الصالحة للشرب المقدمة إلى البصرة من المتبرعين أهالي الأعظمية. طبعاً الجهات الحكومية أطلقت مشاهدين الكرام لاحقاً سراح المواطن المتبرع بعد اعتقاله لمدة يوم بسبب انتشار المقطع الذي ستشاهدونه الآن. طبعاً المقطع الذي ستشاهدون هو الذي أثر وعجل بالإفراج عن الشاب، وهذا ما يعزز ويؤكد على أهمية دور الإعلام الاجتماعي في كشف ممارسات القوات الحكومية التي تحاول منع يد العون للبصرة ومنع المبادرات التي توحد الشعب العراقي وطوائفه المختلفة. نشاهد المقطع المصور ومن ثم نقرأ ما جاء عليه من تعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. من منطقة الأعظمية نطالب القوات الأمنية على الطريق الدولي الرابط بين البصرة وبغداد أنه يتم إطلاق سراح أخي أحمد سمير صالح العبيدي اللي ذهب بالوجبة الثالثة لإيصال المياه لإغاثة كرام البصرة، تم اعتقاله لأسباب يعني مجهولة، ومن جهة أيضا لحد الآن غير معلومة، جهة مسلحة لكن ربما تكون تابعة للدفاع أو الداخلية أي كانت الجهة. نطالبهم أن يتم إطلاق سراحه، الجهات المختصة والجهات المعنية نطالبهم أن يتم إطلاق سراح هذا الشاب. هذا الشاب ذهب للوقوف مع أخوانه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني جزاء أحمد أنه يتم إطلاق سراحه. هو أخذ ماء إلى إغاثة كرام البصرة، وبالتالي على القوات الأمنية إذا كان هو مقصر بجانب معين خلي يأخذون إجراءاتهم القانونية، لكن يبلغونه هو وين. وأني يعني من خلال هذا المنبر إن شاء الله أطالب القوات المختصة أي جهة مختصة إطلاق سراحة، وإلا سوف يعني أخذ وفد من الأعظمية وأذهب إلى البصرة ولأي قوات المسؤولة عن هذا الحدث، ويعني راح نطالب بالمطالبات القانونية إن شاء الله والسلمية إن شاء الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحمد شاب ذهب لإغاثة أهل كرام البصرة، وأهل البصرة ناس كرماء هم بريئين من هذا العمل، لكن أريد نعرف شنو السبب وليش ومن اللي أخذ إن شاء الله. جزاكم الله خير. نعود مذكرين مشاهدينا الكرام بسبب هذا الفيديو الذي انتشر على مختلف صفحات الشباب العراقي في فيسبوك. بسبب هذا الفيديو تم إطلاق سراح الشاب الذي كانت القوات الحكومية قد اعتقلته في وقت سابق. إلى التعليقات الآن نذهب وإياكم. في التعليق الأول مظفر الحالي يكتب: الله يفرج عنه وعن كل معتقل بريء، والله سالفة الاعتقالات زادت عن حدها ومحد ديلكها ديلكالها حل ديلكالها حل. على ما يبدو أن هذا الشاب يتحدث عن فكرة أن القوات الحكومية تعتقل دون حسيب أو رقيب الشباب العراقي ودون أن توجه لهم أي أحكام وتأخذهم إلى جهات مجهولة، وبالتالي فإن الأمر جد خطير من وجهة نظر هذا الشاب. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي الخيال العراقي يكتب: الله يفرج عن كل المساجين المظلومين ويرجعهم إلى أهلهم سالمين متعافين. هذا الشاب يدعو إلى كل معتقل أن يعود إلى أهله سالما وغانما. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي الصالحي أبو رائد يكتب: لماذا يعتقل من يجلب الماء إلى البصرة ويترك من يجلب المخدرات؟ إنه العجب، إنه العجاب وليس العجب.
هذا الرجل يتحدث عن فكرة كيف أن العراقي الذي تعاطف مع أبناء شعبه في البصرة وذهب وقدم إليهم المياه لماذا يعتقل، بينما تترك القوات الحكومية من يتاجرون بالمخدرات، من يقومون بإدخال المخدرات من بعض السيطرات أو من بعض المنافذ الحدودية، لماذا تترك هؤلاء وتقوم باعتقال من يناصر أهالي البصرة؟ إلى تعليق جديد. غسان يكتب: الحقد الطائفي أعمى أبصارهم وبصيرتهم. التعليق واضح ولا يحتاج إلى أي إضافة. نذهب وإياكم الآن إلى التعليق الأخير في هذه الفقرة، وكتبه حكيم. يقول حكيم: أكيد جماعة تيجان الرؤوس ما عجبهم الوضع. واللبيب تكفيه الإشارة فيما يتعلق بالجهة التي أراد أن يشير إليها. الآن نذهب وإياكم إلى تويتر. هجوم الأحواز، هذا هو الهاشتاغ الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما في تويتر خلال الساعات القليلة الماضية. نقرأ عليكم 4 تغريدات ذيلت بهذا الوسم الإلكتروني: هجوم الأحواز. في التغريدة الأولى مشاهدينا الكرام نقرأ ما كتب حسين دلي. يقول حسين: اللافت في هجوم الأحواز أن أفراد الحرس الثوري الذي يسوقه الإيرانيون كاستشهاديين وأنهم الوحدات الأقوى تسليحا وتدريبا انبطحوا للمهاجمين بشكل مخزن وكأنهم دجاج أمام السكين. هجوم الأحواز، كان هذا رأي حسين دلي. نذهب وإياكم إلى رأي آخر في تغريدة ثانية. في التغريدة التالية حوراء تكتب: بداية النهاية لنظام الملالي، هجوم الأحواز. حوراء ترى أن ما حدث هو بداية لانهيار نظام الملالي في طهران. إلى التغريدة الثالثة نذهب وإياكم. وفي التغريدة الثالثة نقرأ ما كتب ماجد العباسي. يقول ماجد: بعد الهجوم المسلح في مدينة الأحواز بدأت اعتقال المعارضين الأحوازيين في أحياء شلنقاباد وكوت عبد الصالح وكوت عبد الله، هجوم الأحواز. الآن نذهب وإياكم مشاهدين الكرام إلى التغريدة الأخيرة التي ذيلت بهاشتاغ هجوم الأحواز، وكتبتها زرية. تقول زرية: ستستثمر إيران هجوم الأحواز خير استثمار لشهور وربما لسنين مقبلة، وستخاطب العالم بمنطق نحن كذلك ضحية الإرهاب، وستنال تعاطف أوروبا والصين وروسيا لأنهم يعتبرونها سلفا أعقل من العرب. الإرهاب ماركة مسجلة حصريا باسم السنة في العالم كله اليوم، على هذا أجمع هجوم الأحواز. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز التغريدات التي ذيلت بهاشتاغ هجوم الأحواز الذي تصدر موقع تويتر في الساعات القليلة الماضية. بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى فقرة المقاطع المصورة. الاحتجاجات في الجنوب رفضاً للإهمال الحكومي المستمر، نتابع وإياكم. مشاهدينا، وفي لمحة إيجابية، يعد العراق مجتمعا شابا حيث أن نسبة الشباب فيه تزيد عن 60%. دعونا نتابع.
شاهدت مشاهدينا الكرام فإن الإيجابية التي من المفترض أن تمثلها نسبة الشباب في العراق تجابه وتواجه بسلبية الواقع. نعود الآن إلى الواقع المأساوي في العراق للأسف. النازحون قصة معاناة منسية ومآس لا تتوقف. مشاهدونا الكرام تواصلنا معكم مستمر، ولكن هذه الحلقة شارفت على النهاية. نلتقيكم على خير في أوقات لاحقة. إلى اللقاء.